اهلا بكم حبايبي الطلبه طلبه الصف الخامس الابتدائي. النهارده هناخد اخر درس لسن 6 في كونسبت 2. الدرس السادس يا اولاد درس بسيط وسهل جدا، هناخده مع حل اسئله كتاب المعاصر. هو بيتكلم يا اولاد عن حالات الماده في حياتنا العمليه، يعني اوكي زي مثلا الأكلات اللي احنا بناكلها، هل بنستخدم فيها حالات المادة السوليد والليكود والجازز؟ ازاي؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. يقول هنا مثلا السؤال التمييزي smell of food، ريحة الطعام، is a gas state of matter، طبعا الطعام ده بيطلع ريحة معينة صح؟ الريحة دي تعتبر تمثل gas state of matter. yes. Some liquid matter are used in بعض المواد السائلة تستخدم in preparing food such as oil. yes. في مواد بنستخدمها في إعداد الطعام زي الزيوت. طيب هنا هنشوف بعض الأكلات اللي عندنا أو المواد اللي عندنا اللي بتستخدم في صناعة الأكلات المختلفة. فمثلا السوليد مطر، ايه المواد اللي في حياتنا سوليد بنستخدمها في الاكل؟ رايز، باستا، مكرونه، رز، فروزن فيجيتابل، دي مواد صلبه بنستخدمها بريبير اند كوك ديفرنت تايب اوف فود، بنعد ونطهي انواع مختلفه من الطعام. الليكود، ايه اللي بنستخدمه في اعداد الطعام بالنسبه للماده السائله؟ بنستخدم الوتر، الزيت، الخل. طب ايه المادة الغازية اللي بنستخدمها في prepare and cook different type of food، اعداد وطهي انواع مختلفة من الطعام؟ بنستخدم يا مستر الناتشورال جاز، بنستخدم يا دكتورة الستيم البخار اللي طالع من البويلنج ووتر، صح ولا مش صح يا ولاد؟ طيب اللي بعده هنا بيقول ساينتست شيف، شيف ده اللي هو ايه؟ شيف اللي هو الشيف يعني اللي بيطهو الطعام. شيفز يوز ساينس ديورينج، اللي بيطهو الطعام الراجل المسؤول عن طهي الطعام في الفنادق والاماكن المختلفة، ها؟ اثناء اعداد الطعام بيستخدم حالات المادة، يستخدم different states، كلام بسيط وسهل قوي، of matter to change ingredients يعني عشان يغير المكونات such as boiling some water، بيغلي المية to cook pasta or rice، where liquid water it change into steam which is a gas matter، واحنا بنغلي عشان نطهي الرايس او الباستا، احنا بنحول المية من حالة ليكويد إلى حالة جازز، كلام بسيط جدا. كمان احنا بنستخدم فريزنج فيجيتابلز، خضروات مجمدة، بنجمد الخضروات علشان ما تبص، عشان نحافظ عليها فترات زمنية طويلة، keep them fresh تبقى طازة جميلة and ready to use for longer period of time، بنجمدها يا محترمين علشان تستخدم لفترات زمنية طويلة. اللي بعده يلا قربنا نخلص الدرس وبعدين نخش على الأسئلة. هو درس بسيط وسهل جدا جدا. أنا الحقيقة مستغرب لكتاب المعاصر، في دروس بتبقى طويلة يا ولاد وفي دروس قصيرة جدا. القصيرة دي نحاول نشرحها مع بعض باختصار مع حل الأسئلة على طول عشان نوفر فيديوهات. يلا دكتور، يلا دكتور، leave a cup of juice or milk in freezer. الله، احنا ممكن عصائر او البان نحطها في الفريزر، طبعا بتتحول من liquid state into solid state، كلام بسيط جدا. يلا اختبر نفسك، choose the correct answer، all the following are solid matter، كل اللي جاي ده solid matter، are used in preparing food، كل اللي جاي ده مواد صلبة تستخدم في إعداد الطعام except
ده سؤال غالبا غلط. ليه بقى؟ لان هنا الووتر والاويل ليكون، الرايس بس هو اللي ايه، هو اللي صار. فتقريبا المفروض يكون ايه يا ولاد؟ all the following are liquid except، يبقى احنا نشيل solid وكلها ايه، ليكون، وتبقى الاجابة ايه، رايس. لأما لو سبت السؤال كده ممكن تختار اويل او ووتر صح. فاهم قصدي؟ السؤال نفسه فيه حاجة مش مظبوط. اللي بعد، when you leave a cup of water، لما تسيب cup of water، كأس به ماء، in freezer it will change into، طبعا كأس به ماء في الفريزر هيتحول لإيه؟ لسول. ليه؟ لأن المية تتحول لأيس، المية المية ليكويد والأيس سوليد. يبقى لما تسيب كوباية مية في الفريزر تتحول لإيه؟ لسولد. كده الدرس خالص وسهل وبسيط، ما خدش معانا يا ولاد حوالي تقريبا 6 دقايق مثلا. اوكي، نشوف مع بعضينا الاسئله يا محترمين. الاسئله على الدرس السادس سهله جدا، نشوفها مع بعضينا. اول سؤال، تشوز. يلا يا دكتور، يلا يا دكتورة يا عسول. when we keep water inside the freezer، حل يا باش، سهل جدا، لما نحافظ على المية في الفريزر، state of water، حالة الماء، it change from، نقط to نقط، طبعا من الليكويد للسوليد. فين يا مصر؟ اهي، مش المية لما نحطها في الفريزر تتحول لمادة صلبة، يبقى بتتحول من الليكويد للسوليد. اتنين، all the following are liquid matter that are used in preparing food، كل اللي جاي ده ليكويد بيستخدم في إعداد الطعام، except، كل ده ليكويد except rice، الرز طبعا. اوكي، تلاتة، you can see not different state of matter، ها في الشكل ده ممكن تشوف كم حالة المادة، طبعا 3. ليه يا مستر؟ الإناء نفسه ده بيسموه cooking pots، أوان الطاي ده مصنوع من الألمونيوم أو من الكبر، دي مادة صلبة، المية اللي جوه اللي بتتبخر ليكون، البخار جاز، يبقى أنا شايف هنا كام؟ 3 state of matter. very good، أنت شاطر، أنت شطور. يلا يا دكاترة، نقط أند نقط are example of solid، ها طبعا واضحة أوي، chair الكرسي والآيس، دي مواد إيه؟ صلبة. صح، solid substance أو solid matter. اللي بعد، true or false، frozen vegetable and vinegar have the definite shape، غلط. ليه؟ الفروزن فيجيتابل مواد صلبة، خضروات صلبة، عندها definite shape، أما الخل دي مادة سائلة، not definite shape، تبقى العبارة false. اللي بعد، steam of boiling water، بخار المية المغلية تعتبر gas state، yes got. تلاتة، natural gas، الغاز الطبيعي اللي بنطبخ عليه في البيت، used in gas oven، اللي بيستخدم في فرن الغاز، has no definite shape or volume، yes، لا ليه شكل ثابت ولا حجم ثابت عشان ده جاز. most of ingredients of veg، معظم مكونات الخضروات vegetable salad are in solid form، طبعا true، سلطة الخضروات كلها في حالة صلب، في حالة يا أولاد صلب. مين مركز معايا؟ شاطرين. فاهمين يا ولاد؟ مع بعضينا. هنا بيقول complete the following sentence using words، دي كلمات لازم تبقى حضرتك فاهم كويس الكلمات دي ومعانيها عشان تعرف تحل. solid يعني صلبة، liquid سائل، gas غاز، space حيز، containers إناء، particles جسيمات.
هتاخد من الكلمات دي وتحطها تحت. يلا هسيبك دقيقة تفكر. يلا يا دكتور ركز. يلا يا دكتورة ركزي، حل معاكو حالا. يلا انجز. يلا يا ولاد، ها state of matter that has a definite volume but doesn't have definite shape. عندها definite volume ما عندهاش definite shape. مين عنده حجم ثابت بس الشكل بيتغير؟ طبعا الليكون. good. يبقى اول واحدة يا ولاد، اول واحدة ليكون. very good. اللي بعده volume is the amount of على طول space، الحيز اللي بياخده جسم. تلاتة we can classify the type of matter into liquid، بعد كده solid، بعد كده gas. ممكن نصنف أنواع المادة إلى liquid solid gas. matter is made up of tiny على طول particles، سهلة جدا. liquid takes the shape of their السوائل، بتاخد شكل الكونتينر. حلو الكلام، حلو الكلام. اللي بعده يا محترم، يلا قربنا نخلص. زهقت ولا لسه؟ انا واثق ان انتوا ما زهقتوش عشان انتوا بتحبوا الساينس وطلبه زي العسل. عشان انتوا زي العسل برضو اكيد طبعا، طالما بتحبوا الساينس يبقى زي العسل وشاطرين، ويبقى لكم مستقبل جميل ان شاء الله مع بعضينا. يا محترمين give reason for the following، اذكر السبب. oil used in cooking، الزيت اللي بيستخدم في طهي الطعام، يعتبر مثال لليكود مطر. ليه؟ يلا فكر. تفتكر الزيت ليكود مطر ليه؟ سهل جدا، عشان هو definite volume و in definite shape، او definite volume وايه و not definite shape. يبقى الاجابة because it ده اللي هو مين؟ الأويل. it has a definite volume and not definite shape. فاهمين ولا مش فاهمين؟ فاهمين يا حلوين؟ very good. نقول تاني، ليه الزيت يعتبر مثال لليكويد مطر؟ عشان هو عنده definite volume و not definite shape. يبقى because it has definite volume and not definite shape. يلا اخر صفحة. what happened، ماذا يحدث؟ the state of milk، حالة اللبن. if we put small amount of it، لو وضعنا كمية منه in the freezer يحصل ايه؟ ها it change into solid، مش هو liquid؟ يبقى it change into solid. واحد يقول لي يا مستر ممكن نقول له it become solid؟ هي يصبح solid state او يتحول الى solid. خلاص اللي بعد، اعطينا هنا غلاي فيه ميه بتغلي. بيقول label 1 يعني ايه بقى؟ هنضع علامة صح وغلط. ليبل يعني الشكل واحد ده يشير الى مطر ان ليكويد ستيت، ده ليكويد فولس، ده جازيوس. اتنين ليبل تو، اليد بتاعت البراد ده الغلاية ده، ها ريفير تو مطر ان سوليد ستيت، طبعا مادة صلبة. ليبل ثري، فين ثري؟ ليكويد يشير إلى مطر ذات its shape and the volume don't change. غلط،
الشيب والفوليوم ما بيتغيروش، ده يبقى سوليد، لكن ده مش سوليد، ده ليكويد، يبقى غلط. فاهمين يا ولاد؟ يبقى ايه؟ يبقى فولز. اخر حاجة particles of matter one move slower، بتتحرك ابطأ من جسيمات المطر 3. دي بتتحرك ابطأ لما دي جاز، تتحرك اسرع، يبقى فولس. كده خلصنا يا ولاد الدرس السادس والاسئله بتاعته. يلا لو عجبك الفيديو دوس اللايك الجميل بتاعك عشان ندعم القناه والنجاح من خلالكم ان شاء الله. المره الجايه يا حلوين يا محترمين هنعمل ايه؟ هنحل موديل اكزام، اوكي، على ايه؟ على كونسبت 1. تمنياتي ليكم بكل النجاح والتوفيق، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.